هذا الكتاب غادي يوجد فيه القارئ كل ما يتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية من إنجازات على المستوى المفاهيمي والاستراتيجي والبيداغوجي والممارسة الديداكتيكية كذلك. والهدف منه هو الخروج بتوصيات لتجويد هذه التجربة لتدريس اللغة الأمازيغية منذ 2003. والأسئلة اللي كيطرحها هذا السؤال هي اللغة المدرسة، الوضع ديالها في المدرسة المغربية، وكذلك الأساتذة يعني كنتسألوا على التكوين ديالهم، وكذلك واش هما يعني قادرين أنهم يوصلوا اللغة الأمازيغية للتلامذ، واش هما كافين في العدد ديالهم. كي أعطي أسئلة كذلك حول المقاربة البيداغوجية اللي كيعتمدها تدريس اللغة الأمازيغية، خصوصا فيما يتعلق ب لا جيستيون ديال لا فارياسيون، تدبير التنوع اللغوي اللي كتعرف به اللغة الأمازيغية. هناك كذلك أسئلة كتطرح حول مدى تمكن المتعلمين من اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة وتعبيرا، سواء على المستوى الشفوي أو الكتابي. وكان تطور على مستوى بعد الوضع، هي كانت بدأت غير كلغة لكي تيسر تعلم اللغات الأخرى كما جاء في ميثاق التربية الوطنية. من بعد ولات كتدرس كلغة وطنية منذ 2003 إلى 2011، ومن بعد ولات تغير الوضع ديالها كلغة رسمية بجانب اللغة العربية. إذن هذا على مستوى الوضع ديالها كاين تغيير، كذلك على مستوى قوانين اللي كتقنن هذا التدريس. للآن كاين واحد السيرورة ديال إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، والهدف كذلك من هذا الكتاب لأنه جاء في واحد الظروف اللي تغيرت فيها المناهج الدراسية، وكذلك إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية، وكذلك التركيز على التكوين ديال الأساتذة. بين المشاكل اللي يعني خرجت من هذا الحصيلة، وهي المشكلة الكبيرة، لأن ملي كنبغيو نرصدوا المشاكل كنمشي واحد المشكل اللي كيخلق لنا 80% من المشاكل، وهو الموارد البشرية غير كافية. يعني ما كاينش واحد الموارد البشرية اللي غادي تحقق لنا هذاك يعني تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سواء على المستوى الأفقي أو العمودي. وهذا المشكل ديال عدم وجود الموارد البشرية من أساتذة خصوصا كيجعل هذاك التعلم ديال اللغة الأمازيغية متقطع، وكيصعب أنك تعمل له واحد التقييم. لان باش نقيموا كيفاش تيتعلموا تلامذ اللغه كيخص يكون التدريس ديالها والتعلم ديالها منتظم. اذا هنا كتلقى متقطع، كتلقى مثلا الامازيغي كتكون في السنه الاولى وكتمشي حتى للسنه الثالثه ولا الرابعه عاد كيعاود يقراها التلميذ، نظرا ل ما كاينش انتظام. وهذا المشكل هو ديال عدم وجود الموارد البشريه الكافيه، هذا مشكل. المشكل الثاني هو كيتعلق بالكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي ما كيوصلش التلاميذ، كثير من التلاميذ ما كيوصلهمش الكتاب المدرسي، وكنعرفوا باللي العمليه التعليميه التعلميه كتاخذ يعني المعارف ديالها من الكتاب المدرسي، وضروري ان التلميذ يكون عنده الكتاب. اذا هادو هما الخلاصات. كاين كذلك المشكل ديال عدم وجود موارد رقميه لدعم هذا التدريس، خصوصا فيما يتعلق بالتواصل الشفهي لدى غير الناطقين.
الكتاب هذا واحد إصدار جديد للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكيأتي في واحد الفترة اللي هي كنعتبرها فترة مفصلية، لأن هذا الكتاب كيرصد تجربة تدريس اللغة الأمازيغية منذ 2003 إلى اليوم، وكيقدم الخلاصات المهمة جدا في العمليات اللي دارت على مستوى تدريس اللغة الأمازيغية في المستويات الست ديال التعليم الابتدائي وعلى مستوى التكوين، ولكن أيضا كيفتح آفاق جديدة على مستوى البحث الأكاديمي في مجال البيداغوجيا وديداكتيك اللغة الأمازيغية. هذا الكتاب إذن كنجتمع اليوم باش أنه نشوفه أولا أشدر، لأنه كيحلل يعني هذا الكتاب يعني الواقع القانوني والتربوي للأمازيغية، ثم كيشوف من زاوية أخرى الواقع ديال تكوين ديال أساتذة وكذلك تكوين الفاعلين البيداغوجيين، وهي دراسة ميدانية، ثم أيضا كنشوفوا الواقع ديال المكتسبات ديال المتعلمين خاصة على مستوى الكتابة، على مستوى القراءية، وحتى على مستوى ما هو شفوي. إذن هذا الكتاب يأتي في محله من أجل أن يفتح يعني أبواب جديدة لتجويد وضعية تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية.